بركاته، وأهلا بالجميع في الحلقة الثانية عشرة اللي هي الأخيرة بتخيل من سلسلة الأربعاء البحثي اللي بادر إلها ويديرها قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر. عنوان لقاء اليوم هو أطباء حدودهم السماء، والتي ستلقي الضوء على الإنجازات العلمية والمهنية لخريجي كلية الطب في جامعة قطر. لهذا اللقاء الصحيح يعني رونق خاص، لأنه رح نستضيف الفوج الأول من خريجين كلية الطب، وأنا شخصياً سعيدة وفخورة جداً بهذا الفوج الرائع مهنياً وعلمياً وإنسانياً أيضاً. طبعاً لمن لا يعلم، تأسست كلية الطب سنة 2015، وكان الفوج الأول يحوي ما يقارب 50 طالب وطالبة، واليوم تحوي الكلية 433 طالب وطالبة. طبعا يسرني ان استضيف اليوم 4 اطباء، واسمحوا لي ان اديكم اطباء لانه خلص انتم اطباء باحثين ليطلعونا على تجاربهم وانجازاتهم. فاهلا بالدكتوره فاطمه المهندي، الدكتوره منى سعد، الدكتور قطيب عبيد، والدكتور محمد احمد بديع. سيكون الحوار عباره عن اسئله موجهه طبعا للاطباء، وفي النهايه راح نقوم بفتح المجال للاجابه على اسئله الجمهور. فاي حدا عنده اي سؤال رجاء كتابه السؤال في الشات، واحنا راح طبعا الضيوف راح يجيبوا على جميع الاسئله في النهايه. مره اخرى شكرا لانضمامكم لهذا اللقاء، وعلى امل انه كلنا طبعا نتعلم ونستفيد من خيره خريجي كليه الطب في جامعه قطر. طبعا رح ابدا بتوجيه سؤال للجميع، ايش مشاعركم اليوم وانتم على عتبه نهايه مرحله وبدايه مرحله جديده؟ خلينا نبدا من دكتوره فاطمه، كيف مشاعرك اليوم؟ إيش الشعور إنه أنت عم بتخلصي مرحلة دراسية وبتبدي مرحلة جديدة اللي هي أكثر مهنية؟ والله متحمسة لها دكتورة، لأن خلاص يعني 6 سنين من التدريب، حس خلاص مستعدة إن شاء الله. مشاعر غير مشاعر السعادة، في مشاعر نوع من كل فخر. مخاوف يمكن، أنا عارفة التساؤلات. لا يعني فخورة بنفسي إن أنا وصلت هالمرحلة، وهالشيء يعطيني دافع ان انا يعني استمر، ويخليني اكثر ثقة بنفسي ان انا ان شاء الله اكون كذا. أكيد إن شاء الله، أكيد قدها وزيادة كمان. دكتورة منى، كيف مشاعرك اليوم وأنت بتنتقلي من مرحلة كثير طويلة وكبيرة لمرحلة أطول وأكبر؟ يعني زي ما قالت فاطمة، يعني هو احنا we're excited، وكمان يعني صراحة يعني شوية في خوف يعني لل next step، يعني residency وكذا. يعني إن شاء الله نكون قد المسؤولية، واللي احنا نعرف يعني نكون أطباء إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله. بحب أسمع كمان دكتور قطيبة، كيف مشاعرك بهاي المرحلة الانتقالية؟ والله دكتورة، يعني هي مشاعر شوي ملخبطة، يعني حس الواحد انه يعني فترة من حياته كبيرة، وفترة يعني 6 سنين من عمره الواحد تقريبا ربع عمره كان قضاهم بالكلية راح تخلص. فهي مشاعر سعادة كمان، ومشاعر شوي فيها يعني حزن على المكان المألوف اللي نحن راح نغادره، المكان الكلية اللي حبيناها وقضينا فيها ايام حلوة يعني. بس بالاخر الواحد يعني بس يطلع لورا بيلاقي انه الواحد فخور بالشيء اللي وصل له هلا، يعني وبينسى تعبه، يعني بالفرحة اللي هو فيها بينسى التعب وبينسى كل الهم وكل الضغوطات اللي كانت عليه بهاي المرحلة يعني. وطبعا ما بيخلى الأمر من شوية مخاوف يعني للمجهول للمرحلة القادمة الجديدة، بس الواحد متحمس يعني حابب إنه يروح على الشيء العملي ويثبت حاله، يعني حتى قدام حاله قبل ما يكون بيثبت أي شيء قدام أي حدا. وطبعا نحن يعني كلنا بعتقد انه كلنا يعني راح تكون مشاعرنا مشاعر فخر، وكلنا يعني متحمسين انه نبدا هاي المرحله الحلوه الجديده من حياتنا. أكيد إن شاء الله. شكرا دكتور محمد. والله اضافه لكل اللي كل قالوه زملائي واصدقائي، انه فعلا هي كانت تحدي. دخولنا للكليه ده كان تحدي من اصله، يعني دخولنا لكلية الطب كان تحدي، وبعدين واجهنا تحديات أكبر في خلال فترة الدراسة، وبعدين إلى سنة ستة لحد ما كل واحد بدأ يقرر إيه التخصص اللي هو يدخله.
فهي نظرة عامة على الكلية هي فترة جميلة، لكن لو بصينا فيها فترات صعبة جدا وفيها فترات مليئة بالفرح والإنجازات، لكن الحمد لله يعني إن إحنا استطعنا إن إحنا نعدي المرحلة دي بالصورة دي لله يعني، وإن شاء الله نطمح للمستقبل ونثبت أنفسنا ونكون واجهة مشرفة للكلية ولأنفسنا ولأهالينا في مجال العمل. أكيد أكيد لا شك. دكتورة فاطمة، بحب أسمع منك أكثر عن التحديات الأساسية اللي أنت واجهتيها كطالبة. والله كنا احنا اول دفعه. بس دقيقه انا اسمع صوت. كنا احنا اول دفعه فواجهت شوي من الصعوبات، لان النظام كان شبه متغير غير ثابت، فيعني بس نتعود على نظام يطلع قرار جديد. بس اللي كان مسهل علينا ان احنا أول دفعة فكانوا يأخذون الـ feedback into consideration، يعني ما توقع الدفعات اللي بعدنا تدلعنا. دكتورة معلش تسأليني لما شفت مشكلة الصوت. في مشكلة بالصوت وأنا صوتي بجاوب. تمام. إذا في حدا كمان فتح كمان جهازين. جربي إسا. لا بعده بجا. الكل عم بسمعني مرتين. لا دكتورة أنا سمعت صوت. لأنه أنا. أنا أتكلم. أوكي. تمام تفضل. مثل ما قلت الدكتورة ساعد إن إحنا كوننا عندنا الـ student representative board ومثلاً الـ medical student club، هالشيء ساعد إن يكون في حلقة وصل بيننا إحنا كطلاب والفاكولتي في كلية الطب. فكان حتى لو كان إن في وايد تغييرات، كان اللي ساعد إن يقدرون إنهم كانوا يسمعون لنا ويعطون فيدباك ومتساهلين معانا. حلو، يعني أنت حسب وصفك إنه عمليا، يعني أنا زي ما أنا حكيت في المقدمة إنه كلية الطب تأسست سنة 2015، يعني كلية جديدة، كانكم سوج جديد، كان في له تأثير على إنكم كنتوا جزء من عملية البناء، صحيح؟ بالضبط. طب انت بشكل شخصي فاطمه كيف تغلبتي على التحديات؟ يعني هل في كان شيء خاص اللي انت عملتيه لتتغلبي على التحديات بانك تكوني في كليه طب جديده؟ دكتوره معلش تعيد. انه اللي سالته انه هل انت كان في عندك طريقتك الخاصه، او يمكن ممكن تتحدثي بشكل عام عن كيف انت تغلبتي على التحديات اللي واجهتيها في كلية الطب اللي هي نسبيا جديدة، أو كانت مش نسبيا كانت جديدة؟ ممكن تساعد إنه كنا إحنا كلنا مع بعض نمر في نفس الشيء، فكنا إحنا نتساعد ونتساند. يعني التعاون بين الطلاب اكتشف فيه كعامل اللي هو جدا مساعد. دكتور كتيبة ممكن تعطينا أكثر معلومات عن التحديات اللي واجهتوها كطلاب للطب؟ دكتورة يعني مش بالضرورة مش بالضرورة بربط الموضوع بكلية طب جديدة، وإنما كطالب طب بشكل عام شو ممكن التحديات تكون؟ يعني دكتورة إذا يعني بلشنا نحكي عن التحديات هي ما بتخلص، يعني هي بلشت من أول يوم، من أول محاضرة، لما نلاقي الكتاب اللي هيك قده مطلوب منا نحفظه، فهذا كان بالنسبة لنا تحدي، كان بالنسبة لنا كله ضغوطات.
بالإضافة للي فاطمة حكته إنه نحن كنا أول ناس، ما كان في حدا قبلنا، ما كان في حدا يحكينا من وين ندرس، شو نعمل، شو الامتحانات اللي نعملها برا الكلية. يعني كان الموضوع كله جديد بالنسبة لنا. بالإضافة لأنه كطالب طب فأنت محتاج تتخلى عن يعني شوي عن جزء من حياتك، محتاج، أنت متعود على نمط حياة معين، فأنت محتاج تتخلص من جزء منه بسيط، لأنه الضغوط اللي عليك ما بتسمح لك تعيش حياتك بالكامل. بس دكتورة، يعني نحن طبعا هذا الحكي ما يعني ما بيعني إنه الواحد يفقد حياته بشكل نهائي، بس الواحد لازم يعني يكون عنده القدرة انه يضبط نفسه ليدرس ليتخلى، لانه مثلا انه هلا هي الطلعة بلاها، هذا الاجتماع مع الاصدقاء لا ممكن يتأجل. كل هذا الحكي مرينا فيه، كان يعني كانت حياة جديدة بالنسبة لنا، بس كلنا الحمد لله قدرنا يعني نتخطاه، بانه مثل ما قالت فاطمه انه نحن كلنا كنا يعني مثل ما تقولي اول دفعه، دفعه حجمها صغير شوي، فكنا كلنا ايد واحده، واحد لقى مصادر يدرس منها بيعرف الناس كلها عليها. يعني وغير انه يعني بالاجتهاد بالمثابره يعني حاولنا يعني نتعود على هذا النمط من الحياه. يعني حلو. طب معناته من وصفك دكتور قتيبة في شغلتين، أول إشي إنه في نوع من التنازل عن كيف أنت سميتها رفاهيات الحياة أو الأشياء اللي هي الممتعة اللي كنت بالأول أنت عندك الوقت الكامل لأنك تكون فيها، وحالياً إنه وقتك جداً محدود بسبب الضغط الدراسي. والإشي الثاني كمان هو الانتقال، عملياً الانتقال من مدرسة لكلية طب اللي هو بحد ذاته يعني مش سهل كمان. طب يعني هاي يعني هل انتوا اخذتوا من هاي التجربة درس وانتوا بتحاولوا انه تساعدوا مثلا طلاب اللي هن جداد اللي عم ينتقلوا جديد من المرحلة الثانوية للمرحلة الجامعية؟ دكتورة ما بخفيك ان احنا من اول يوم، من اول دفعة اجت بعدنا على الكلية، ونحن حاسين يعني حاسين بالمسؤولية، نحن ما بدنا اللي صار معنا يصير معهم. نحن ما كان في حدا يعني اكبر منا بالكلية يوعينا يعني، فبلشنا شوي شوي يعني اي حدا بيسأل، اي حدا نساعده للآخر يعني. يعني ما يعني بصراحة ما بظن حدا من دفعتنا خبى اي معلومة يعني عن اي حدا من الدفعات اللي بعدنا يعني، ولحد هلا ويعني وهي نحن موجودين يعني، وحتى لو بعدين حبوا اي حدا بحب يتواصل ويدخل على كلية الطب يعني نحن موجودين يعني. حلو، شكرا كثير. طب دكتورة منى، بالإضافة للتعاون اللي ذكرته دكتورة فاطمة ودكتور قطيبة، هل في عوامل أنت خاصة فيك اللي ساعدتك عشان تتخطي جميع التحديات بجميع أنواعها؟ هل في كمان كان عوامل اللي أنت ساعدتك لتخطي هاي التحديات؟ وصراحة يعني في البداية كانت مرحلة جديدة يعني في حياتنا جميعا، يعني الانتقال بين اللي هو الحياة المدرسية الحياة الجامعية، وسبيشالي اللي هو كان يعني السيستم كان جديد ولسه كان يعني قاعد بيبني معانا يعني. فكان التحديات زي ما قالوا زملائي اللي هم يعني مع كل مرحلة احنا دخلناها، بس فكان كل حاجة بنعملها كانت يعني more or less trial error. بس اللي كان بيساعدنا اللي احنا زي ما قالت فاطمة اللي احنا كنا كلنا مع بعض، ويعني كنا دايما بنرجع للي هو دكاترتنا في الكلية، كانوا دايما اللي هو بينصحونا ازاي نقدر نتغلب على اللي هو المصاعب اللي احنا كنا بنمر فيها. في نفس الوقت يعني اللي ساعدنا اللي احنا ابتدى يكون لنا علاقات مع اللي هو الطلاب التانيين يعني في الكليات التانية، ده ساعدنا اكتر اللي احنا ازاي نتغلب مثلا على الفيز اللي احنا نكون فيه اللي هو يا بيسك ساينس يا كلينيكال، فده ساعدنا يعني اللي احنا ازاي نتخطى المراحل دي. وبرده اللي هو يعني كانت من الحاجات اللي ساعدتني كتير قوي اللي هو المنتورشيب، بالذات ان ذا كلينيكال فيز، لان كان عندنا اللي هو المنتور في المستشفى وفي الجامعه، فكان دايما اللي هو بيكون اللي هو يعني اتس فاكتور اللي هو يساعدنا اللي احنا نتغلب على صعوباتنا في every new phase اللي احنا نمر فيه. حلو، يعني عم بتضيف انت عمليا نقطتين اللي هن اساسيات، اللي هو اول شيء التعاون مع طلاب اللي
مش بالضرورة من كلية الطب، اللي ممكن يكونوا كمان من كليات ثانية، يعني تعاون حتى هو داخل الجامعة كجامعة كمؤسسة، يعني المفروض مش بس كل طلاب كلية يتعاونوا مع بعض، وإنما طلاب الكليات ممكن يدعموا طلاب كليات أخرى، بالذات كليات الجديدة. وكمان اللي هي الذكرى، النقطة الثانية اللي ذكرتيها، اللي هي دعم الأساتذة أو المرشدين سواء داخل الكلية أو خارجها في المستشفى. طب دكتور محمد، كيف ممكن توصف الانتقال من كونك طالب لأنك راح تكون كمان كم من يعني أسبوع زميل طبيب متخصص؟ احنا احد ميزات الكليه اللي احنا كنا اللي احنا ب... يعني حسيناها لما بدانا ندخل في المجال العام، ان احنا تعرضنا للبيئه العمليه من بدري شويه. احنا بدانا من سنه تانية ندخل مراكز صحيه ونقعد مع دكاتره في عيادات، وكان ده مجدول بشكل اسبوعي او تقريبا كل اسبوع كل اسبوعين مره. فده يعني كسر رهبة البيئة العملية بالنسبة لنا، كسر رهبة إنه أنت تقعد مع دكتور تستقبل مرضى وتفحص مرضى بصورة شخصية أو بصورة لوحدك تحت رعاية طبعا الطبيب المشرف. مع انتقالنا للمرحلة العملية بدأنا نروح المستشفى حمد ونتدرب في الأقسام الرئيسية تحت إشراف بعض الدكاترة، وبعضهم كان بيسمح لنا إن إحنا نقوم بفحص طبيب او نستلم مسؤوليه مريض من الاول للاخر تحت اشرافه طبعا. ده اضافه الى عوامل اخرى ساعد ان احنا نكسر هيبه المسؤوليه، نكسر هيبه المسؤوليه ان انت تمسك مسؤوليه مريض من اولها لاخرها، وساعدنا ان احنا نحسن مهاراتنا العمليه اللي ممكن تكون عامل اساسي في حياه الطبيب بعد كده. فدي احد الاسباب اللي انا شايفها من اهم الاسباب اللي خلت الحمد لله ان احنا في الفيدباك او التغذيه اللي بتوصلنا من الدكاتره عندنا ان انتم ما شاء الله كويسين على المستوى العملي، مهاراتكم العمليه ممتازه، قادرين ان انتم تبداوا اطباء. يعني احنا كانوا بيقارنونا في اقسام كثيره بيقارنونا بالاطباء المقيمين للسنه الاولى، فهم كانوا يطمنوني بيقولوا انتم مؤهلين في السن ده ان انتوا تمسكوا مسؤوليه مرضى وتعتنوا بمرضى بصوره كامله وبصوره يعني تامه تحت اشراف طبعا الاستشاريين والاخصائيين. ده كان دافع كبير لينا ان احنا الحمد لله ان احنا طبعا في مخاوف كبيره. طبعا انت اول ما بتتحط في المسؤوليه لوحدك بصوره رسميه غير ما انت تكون عارف او حاسس عندك احساس ان في حد ممكن يصلح وراك اخطائك او حد يراقبك، لكن المسافة دي تم يعني تم زي ما نقول مثلا كسرها بان احنا كنا من سنة خمسة ومن سنة ستة بنتحمل مسؤولية مرضى بصورة كاملة. فده ادانا شعور بالاطمئنان شوية ان احنا ممكن، يعني دي مسؤولية الطبيب المقيم اللي في سنة اولى وفي سنة تانية بعد كده انه يتولى مسؤوليه مرضى تحت رعايه الاستشاريين والاخصائيين. ده ادانا نوع من الطمانينه وكسر رهبه المسؤوليه عندنا، لكن لسه الموضوع لسه تحت، يعني في مخاوف، لان انت زي ما انا قلت اول ما بتحط في مسؤوليه لوحدك الوضع بيختلف ساعتها، واول ما تكون محاسب بصوره رسميه الوضع بيختلف غير لو انت عارف ان في حد ممكن يتحمل اخطائك. لكن ان شاء الله احنا قدها ان شاء الله، ونكون قادرين إن شاء الله نتحمل المسؤولية دي إن شاء الله. أكيد، شكرا. دكتور محمد، ذكرت في البداية أن عمليا شعور الزمالة هو يعني كانت بدايته في الكلية، يعني أنه ما كان في هاي الهرمية، هرمية محاضر طالب، وكان في نوع من الشعور بالند، يعني مع أكيد في الاحترام المتبادل، ولكن كان في شعور من الشراكة والتعاون مثلا خاصة في الأبحاث. مؤخرا انت تم قبولك على برنامج الدكتوراه في الكلية، ممكن تحكي لنا اكثر عن هذا البرنامج او عن خططك بهذا البرنامج كمان؟ زي ما حضرتك تفضلت ان احنا من البداية كانت علاقتنا بالدكاترة المسؤولين علاقة طيبة وعلاقة كويسة، وده سهل علينا بعض الامور. يعني ما كانش في حواجز ان احنا نتواصل مع الدكاترة، وما كانش في حواجز ان احنا نسألهم بصورة يعني مباشرة عن ان هم يساعدونا في بعض الاماكن او بعض الاشياء اللي احنا بنحس بضعف فيها. من احد الاشياء دي البحث العلمي، والحمد لله يعني اغلب طلبة دفعتنا الحمد لله نشروا ابحاث في مجلات علميه مرموقه. يعني الموضوع ده استمر معانا من سنه اولى الى سنه سته، فالحمد لله الواحد بدا يبني الثقافه البحث العلمي، وبدا يكون
مهارات وأساليب بتساعد إنه في مجال البحث العلمي، إلى أن تم فتح برنامج الدكتوراه تبع كلية الطب. في أواخر سنة 5 في أول سنة 6 تم عرض فكرة إنه ليه ما يكونش عندنا برنامج MD PhD، يعني الواحد يدخل كلية الطب بعدها يدخل برنامج دكتوراه ويتخرج بشهادة MD PhD. لكن الفكرة جت متأخر شوية، يعني المفروض ده الموضوع ده يناقش من البداية، من سنة أولى وسنة ثانية وثالثة، لأنه ده بيتضمن إن أنت تدخل برامج أو كورسات في سنة أولى وثانية وثالثة تتعلق بالبحث العلمي، لكن ده ما تمش في دفعتنا. كلها دفعة جديدة، إحنا كنا الدفعة الأولى وكلية لسه جديدة. الموضوع ده التفت له في الأواخر، فحاولوا يعني يستدركوا الموضوع ده، فطرحوا فكرة إنه ليه مثلا الطلبة اللي مش ناشرين أبحاث عدد مناسب وفي مجلات مرموقه نسمح لهم بفرصه ان هم يقدموا على برنامج الدكتوراه في كليه الطب جامعه قطر. والحمد لله يعني بعتوا ايميل للدفعه وفي ناس قدمت. وبعدين كان في بدايتها سموه مسار بحث، قبل في سنه 6 مسار بحث علمي او ريسيرش تراك قبل ما يكون في التقديم لبرنامج الدكتوراه. والمسار البحث العلمي ده كان بيتضمن ان انت تختار موضوع بحثي وتسلم اطروحة بحث علمي للجنة المسؤولة في الـ Q Health Cluster في تجمع الكليات الصحية، وبعدين على اساسه هم بيبداوا يصفوا الابحاث العلمية وبعدين يعملوا مقابلات ويصفوا الناس اللي ممكن يقدموا على البحث على برنامج الدكتوراه في الجامعة. فالحمد لله ربنا وفقنا ويعني تم سلمنا وتروح البحث وعملوا معنا مقابلة مجموعة من الدكاترة المسؤولين في تجمع الكليات الطبية والتخصصات الصحية، واخترنا طبعا هي فيها مسارين، فيها مسار مختبري يعتمد على تجارب في المختبرات، وفيها مسار بحثي سريري بيعتمد على الأبحاث اللي بتتم في المستشفيات واللي بتتضمن دخول مرضى وإجراء وإيجاد علاقات وأسباب وما إلى ذلك. فالحمد لله أنا فضلت طبعا المجال السريري لأنه بيتناسب أكثر مع فكرة إن أنا بعد كده هندخل في مجال العملي، واللي هو دائما أكون أولوية في حياة الطبيب، لأنه المجال العملي في كونك أنت خريج كلية الطب الأولى إن أنت تنزل تمارس مهنتك كطبيب في المستشفى. طبعا في ناس بتفضل مجال اكاديمي، لكن انا بالنسبه لي كان المجال العملي هو الاولى، فكنت بدور على فرصه ان انا اكون مستمر في المجال العملي اضافه الى المجال البحثي، بيكونوا بالتوازي موجودين مع بعض. فالحمد لله الفرصه دي كانت وفرت لي من قبل المسار اللي هو البحث الابحاث السريريه مع دكتور بروفيسور سهيل، هو رئيس القسم الابحاث في المسار ده في الكليه، والحمد لله قدمت معه وتم قبول الحمد لله مؤخرا من قبل مركز الدراسات العليا في الجامعه. الحمد لله. حلو، شكرا شكرا محمد. طب بحب اكثر اسمع تفاصيل عن الابحاث والمنشورات اللي قمت فيها لحد الان. دكتوره فاطمه بنبدا معاك، احكي لنا عن ابحاثك اللي عملتيها واللي عم تعمليها هسه. دكتورة، أنا كان الأبحاث اللي اشتغلت فيها كانت أكثر شيء lab work، كانت مع دكتور سرهي من كلية الطب، كانت علاقة الأورام بالجلوكوز وبالإنسولين، وحالياً أنا قاعدة أشتغل على ريسيرتش ثاني مع دكتورة سوسو بعد من كلية الطب، علاقة COVID-19 infection و hypercoagulability، وبالتعاون مع كليات هندسة أن نستخدم الـ artificial intelligence وأن احنا نحلل الـ data، which is really interesting to me، لأن قبل يعني خبرتي قبل كانت more of a lab work، والحين more of literature and research. حلو. طب كيف قدرت توفق ما بين الدراسة وبين الأبحاث؟ يعني أكيد هذا بحد نفسه كمان تحدي، إنه من ناحية مهم إنك تنشري، يعني بشكل عام عادة حتى خلال التقديم على التخصص أو الريزيدنسي يعني عادة في أكثر
أخذ يعني في نقاط وكأنه لصالح اللي عنده مثلا منشورات أو أبحاث. فكيف أنت استطعت أنك توفقي ما بين الدراسة واللي متطلباتها كثير كبيرة وما بين كمان القيام بأبحاث علمية ونشر مع دكاترة آخرين من الكلية أو خارجها؟ والله شوفي دكتورة، في البداية يعني أنا يوم دخلت الريسيرش كان إنه يعني it's a requirement إن أنا لازم أسوي الريسيرش، فكنت شوي حاسة بثقل لأن يعني دراسة الطب ثقيلة، وفي نفس الوقت يعني بعد الكلاسات كنت أروح الريسيرش كومبلكس وأشتغل هناك في اللاب، فكنت شوي مضغوطة. لكن مع الشغل حسيت بقيمة الريسيرش، صرت أنا أحبها. فلما أنا صرت يعني صرت أحب أبي أروح أشوف شنو يعني لوين بوصل أنا في هالريسيرش، لدرجة إن حتى كنت أحيانا أروح يوم الجمعة ويوم السبت أشتغل. ف يعني أكثر شيء سهل علي إنه هو يعني تعلقي بالريسيرش، وإن أنا عرفت إن قيمته ويعني أهميته، لأنه هو مكمل حق الدراسة يعني حلو، البحث. يعني عمليا انت اللي بتقولي انه او اهم شيء الشغف للبحث يكون موجود، لانه وقتها انت حتى الوقت ما بتقسيه، يعني حتى يوم جمعة حتى ساعات المساء مش مهم اي وقت، المهم انه عندك شغف، وانه اليوم فيش طبيب بيتخرج من غير ما يكون كمان باحث، انه مفروض تكون وكأنه الطبيب الباحث. بالضبط. حلو، طب شو اكثر نتائج هيك انت يعني انت او الفرق البحثية اللي بتشتغلي فيها توصلتوا لها اللي بتحبي تطلعين عليها بشكل عام؟ طبعا مش ب بالنسبة حق البحث الكوفيد 19 يعني it's still fairly new، ف يعني بس انه هو يعني انا يعني I'm looking forward ان اشوف شنو العلاقة عشان نفهم الـ مثل ما يقولون الباثوفيزيولوجي او المرض، عشان نقدر نحصل يعني the proper treatment. حلو، شكرا شكرا دكتورة منى، حدثينا عن أبحاثك إذا ممكن وعن أهم النتائج أو الـ 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 الأشياء اللي توصلتوا لها سواء أنت والفرق البحثية اللي عم تشتغلي فيها معها. أنا كانت بداية يعني أبحاثي كانت برضه في الكلية، أنا ابتديت مع دكتور ناميكوس، كنت يعني كنا بنركز على بروتين ليه علاقة بالميل انفرتيليتي، وكان يعني سبب البحث اللي احنا we're trying اللي احنا ندخله اللي هو الكلينيكال سيتنج، يعني نستخدم اللي احنا كنا بنعمله في اللاب في المستشفيات. فده كان بداية أبحاثي. دلوقتي أنا شغالة في بحثين، واحد مع دكتورة سوسو معانا في الكلية برضو، بيركز عن اللي هو النوزوكوميال انفكشنز اللي هو الانفكشنز اللي بتيجي للمرضى اللي في المستشفى سكندري لكوفيد 19 يعني، ومينلي فوكست في اللي هو المرضى اللي في العناية المركزة. وده احنا لسه بنجمع الداتا، ويعني لسه بنعمل لها اناليسس، ولكن احنا شفنا اللي هو يعني as long as the patient يعني في المستشفى duration the more likely اللي هو يتعرض للي هو secondary infections. وبرضه recently لسه نشر بحث مع اللي هو قسم الباطنية ليه علاقة باللي هو عمليات القص المعدة واللي هو ال GERD symptoms اللي هو ارتجاع. الترجع المريئي، فده لسه كنا بقى ناشرينه قريب. تحكي لنا أكثر عن هذا المنشور، وين نشرته وإيش أهم النتائج اللي توصلتوا لها؟ هو النتائج اللي احنا توصلنا لها يعني السيمبتومز يعني بتختفي مع بدايات يعني العملية، ولكن تبتدي تظهر مع الوقت، يعني خلال السنين ترجع السيمبتومز زي ما كانت. احنا بس مش متأكدة عن الجورنال اللي احنا نشرنا فيها، لأن كانت في كذا جورنال لغاية دلوقتي. اوكي. وهل انت يعني بهاي الابحاث اللي بتعمليها بتحسي انه يعني هي بتفتح لك مجال لافكار جديده او ابحاث جديده، ولا انه اللحظه اللي بتنهي البحث انت بتفكري ببحث بموضوع ثاني؟ لا يعني بالعكس، هو صراحة كل بحث أنا عملته كنت يعني بحس اللي هو لازم يكون في تكملة للبحث، لأن يعني it's like the beginning of the story لازم تتكمل، يعني بس لازم كل حاجة برضو ليها وقتها، يعني لازم برضو تجميع الداتا ليها وقتها،
this is why يعني اللي هو just needs more time. أكيد أكيد. شكراً دكتورة منى. دكتور قطيبة، احكي لنا عن أبحاثك وعن منشوراتك. دكتورة، أنا بلشت بالكلية قبل ما نروح المستشفى، بلشنا بحث مع الدكتور سرهي، درسنا عن الجينات اللي بقطر الموجودة، يعني الطفرات الجينية اللي موجودة بقطر كم عددها، شو نسبتها، وقارناها مع الجينات طفرات الجينات اللي بالعالم، وهل هي الطفرات بتتناسب مع الأمراض اللي نحن عم نشوفها بالمستشفى. طبعا هذا البحث كان بالتعاون مع الدكتور خالد فخرو من مستشفى سدرة، يعني هو اللي ساعدنا نتوصل للداتا وبلشنا فيه، وهلأ يعني نحن عم نحاول ننشر البحث، فلقينا انه في اختلاف كبير بنسبة الطفرات اللي بتصير هون واللي بتصير بالعالم الخارجي، يعني بدول تانية مثل أمريكا أو بريطانيا. الفكرة اللي احنا بدنا نوصلها انه هل هذا الاختلاف، يعني فيما بعد الواحد لما يبلش بحث بكون في باله فكرة بعيدة الأمد، فانه فيما بعد هل هذا الشيء بيتعلق بزواج الأقرباء أو لا، فهذا الشيء اللي راح نشتغل عليه بالمستقبل. يعني حلو. البحث الثاني اللي اشتغلنا عليه هو كان مع قسم الباطنية بمستشفى حمد. درسنا انه معروف انه في بروتين بالجسم اسمه الالبيومين. الالبيومين بمرضى تشمع الكبد بيكون قليل، بسبب لانه هذا البروتين الكبد هو اللي بيصنعه. فنحن شفنا انه هل في اختلاف بعدد الوفيات ما بين الناس اللي بتاخذ البيومين بشكل مستمر لمدة طويلة واللي معهم تشمع كبد واللي ما بياخذوا. توصلنا انه فعلا كان في فرق بالوفيات وكان في فرق بمضاعفات المرض للناس اللي اخذت البيومين لفترة طويلة بمرض تشمع الكبد. طبعا هذا الشيء نحن اللي حمسنا انه هو شيء جديد، هو شيء ما شفناه بالمستشفى عم يصير، ما شفنا كل مريض تشمع كبد عم يعطوه البيومين. فهذا الشيء حمسنا لما وصلنا لهي النتائج، حمسنا انه لا يعني البحث يعني راح يضيف شيء. طبعا الواحد لما يدخل باي بحث بيكون متحمس، لانه مثل ما هو عم ياخذ من العلم لازم يعطي، يعني مثل ما نحن عم ندرس من الأشياء الموجودة على الإنترنت لازم كمان نعطي. فهذا الشيء حفزنا يعني إنه نحن أوكي صرنا بنقدر نعطي معلومة مفيدة بتفيد مرضى، بتفيد حتى أطباء أو جهات يعني صحية. فالحمد لله نشرنا الباحث بمجلة European Journal of Gastroenterology and Hepatology، والحمد لله، وإن شاء الله إنه راح نكمل عليه، يعني ممكن بالمستقبل نكمل عليه. هلا في كذا فكرة مطروحة، يعني منهم أفكار كتيرة، يعني وخصوصا إنه هالفترة شوي ما في ضغط، يعني فإنه الواحد يعني يشتغل على الأبحاث لأنه هي مهمة بقدر الدراسة بالجامعة يعني. حلو، شكرا شكرا دكتور قطيبة. طب أنت ذكرت في البداية، بدي أرجع للبحث الأول اللي لفت انتباهي، كل موضوع الطفرات الجينية، وكان يعني إنه من أهم النتائج إنه أنتوا وجدتوا اختلاف ما بين الطفرات الجينية الموجودة هون والطفرات الجينية بأماكن أخرى بالعالم، وذكرت إنه زواج الأقارب عليه علامة سؤال، هل هو العامل المؤثر ولا في عوامل أخرى؟ طب كان في عوامل أخرى اللي أنتوا شفتوا إنه في إلها تأثير على وجود طفرات مختلفة في سياق قطر؟ نحن الاختلافات اللي شفناها هي اختلافات يعني مو بكل الطفرات، يعني في طفرات معينة في العالم أكثر، في طفرات معينة بقطر أكثر. فنحن وراء دراسة إنه شو سبب هذا الاختلاف، هل هو زواج الأقارب، هل هو طبيعة البشر بتختلف، الجينات متراكمة من زمان. ففي اكثر من تحليل، في اكثر من داتا او معلومات قدرنا نوصل لها، يعني سواء هلا او من زمان، ونقارن بيناتهم. بس هذا الشيء لسه يعني هو نحن وجدنا الاختلاف، هذا كان الهدف تبع البحث الاول. البحث الثاني سبب الاختلاف، فيعني هاي الشيء اللي عم نحاول نطوره يعني. حلو، ممتاز ممتاز. طب أنتقل لك دكتور محمد، تحكينا عن أبحاثك وأهم منشوراتك. والله الابحاث اللي تم نشرها الحمد لله يعني الى الان سبع ابحاث الحمد لله، اخر واحد قريبا راى النور في احد المجلات العلميه الامريكيه، اللي كان بيناقش حاله شفناها
خلال تدريبنا في قسم جراحة التجميل، وحالة كانت شبه نادرة، والأسلوب اللي تم التعامل به مع الحالة لم يذكر في المراجع العلمية قبل كده، فده كان دافع إن إحنا نكتب الحالة في صورة كيس ريبورت أو وننشرها في أحد المجلات التابعة للتخصص، عشان للمستقبل بعد كده لو في أي دكتور على مستوى العالم واجه حالة مشابهة يكون في ريفرنس أو يكون في مرجع له، إنه في ناس تم تعامله مع الحالة قبله وتعاملوا بأسلوب معين، ممكن هو يتعامل بنفس الأسلوب أو يتعامل بأسلوب تاني هو شايفه أحسن، وممكن هو برضه في المقابل ينشر برضه عن الحالة ويقول إنه مثلا يقارن بين أسلوب التعامل مع الحالتين ويشوف أحسن أسلوب يعني. ده أحد في بحث تاني تحت الإجراء يعني بدأناه في الكلية، كنا مع الدكتورة فاطمة مهندي ومجموعة الطلبة من زملائنا من كلية الطب من دفعتنا، بيناقش في الانسولين ريزيستنس او معامل اللي يسموه مقاومة الانسولين. ده بيتم حسابه عن طريق حساب معدل الجلوكوز الصايم في جسم الانسان ومعدل الانسولين الصايم في جسم الانسان بصوره حسابيه معينه، بيدي انطباع عن التاثير او مقاومه الانسولين في الجسم. ده بيطلع رقم، تمام. الرقم ده دايما كانوا بيستخدموه للمرضى المصابين بالسكري من النوع الثاني، تمام. احنا مع اصدقائنا في الكليه ناقشنا فكرة إن إحنا ليه طيب ما نستخدمش معامل مقاومة الأنسولين، لأن مقاومة الأنسولين مش حادث بيظهر فجأة مع مرض السكري. مقاومة الأنسولين بتبدأ بفترة كبيرة قبل ما يتم تشخيص المريض بمرض السكري. فإحنا ليه ما نحطش أرقام محددة أو كات أوف بوينت تساعدنا إن إحنا نوصل للمرضى اللي ممكن أو على وشك يصابوا بمرض السكري ونتعامل معاهم، لان طبعا مرض السكري زي ما احنا كلنا عارفين كل ما تقدم المرض في جسم الانسان كل ما كان التعامل معه ومقاومته اصعب، وكل ما كان التحكم فيه اصعب، ومع التقدم في الوقت والتقدم في العمر بيبدا يصيب اجهزه كثيره في الجسم. فاحنا فكرنا يعني الوقايه خير من العلاج، على مبدا الوقايه خير من العلاج. طب احنا ليه ما نشوفش المرضى اللي هم او الناس اللي هم مش مرضى او الناس اللي هم على خطر في ليهم نسبه اعلى للاصابه بمرض السكري من النوع الثاني ونتعامل معاهم من البدايه، ونحط ارقام محدده بتساعد الاطباء المختصين ان هم يلقوا او يهتموا بصوره اكبر او يعطوا اهتمام اكبر للناس دول. فالحمد لله تعاوننا مع قطر بنك بنك البنك الحيوي لقطر، وخدنا منهم داتا حوالي 1000 مريض، طبعا بخصائص معينه حسب الخصائص اللي احنا طالبينها. وبعدين عملنا احصائيات وعملنا تحاليل بصوره معينه طبعا تحت اشراف الدكتور سهيل رئيس قسم يعني البوبوليشن ميديسن في الكليه عندنا، ومع الدكتور عبد الله حبيب هو كان المسؤول الرئيسي للبحث. وتوصلنا الى انه ممكن فعلا الناس اللي ليها ارقام مقاومه الانسولين في الناس الاصحاء، مش في مرضى السكري، في المرضى غير المصابين بالسكري، ان فعلا الناس اللي ليهم عوامل معينه مثلا الديون الثلاثيه مرتفعه عندهم بصوره معينه، ال اتش دي ال او ال دي ال مرتفع بصوره معينه، ده بيساعد ان هم يكون عندهم عوامل مقاومه الانسولين اعلى، وبالتالي على المدى البعيد هم عرضه اكبر لان هم يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني. ده كان الجزء الاول من البحث ده تحت الـ تحت الـ تحت الـ تحت المراجعه النهائيه ان شاء الله، وان شاء الله يرى النور قريبا. ان شاء الله بناء على ده ان شاء الله بنناقش برضو فكره بحث ثاني بناء على البحث ده، ان هو طب ان احنا مثلا ناخد الفيميل مثلا، احنا خدنا كات ميكس سامبل، خدنا رجال ونساء، طب احنا ناخد النساء لان احنا عارفين ان النساء عندهم نسبه تكون الدهون اعلى نتيجه لهرمون الاستروجين وعوامل اخرى، فاحنا ليه ما ناخدش الفئه دي بس
ونحاول نوجد علاقة بين مثلا معامل مقاومة الأنسولين ونسبة الأستروجين في جسم المرأة، ونربطه بالعوامل مثلا اللي هي HDL أو LDL أو الدهون الثلاثية، وهل هنوجد علاقات ولا لا؟ لأنه إحنا هو المرض معقد، ملوش مجال، مثلا ملوش ستريكت باثوي او يعني دايركت باثوي، ملوش مجال معين احنا ممكن على اساسه نوجد السببيه، انه الف يسبب باء، مصدره مش واضح قصدك، طبعا مصدره مش واضح. فكل الطرق اللي ممكن او كل العلاقات اللي ممكن يعني نوجدها مع مقاومه الانسولين ومع الدهون في جسم الانسان صالحة ان احنا بعد كده في المستقبل نوجد شيء يسيطر او يتم التحكم من خلاله على مرض السكري الثاني. وده طبعا حديث العالم كله، مش ده مصدر يعني موضوعين، موضوع رئيسي السرطان وموضوع رئيسي السكري، ده على مستوى العالم كله موضوعين بحثيين يتم التعامل معهم، وكمية الابحاث اللي بتنشر في الموضوعين دول مهولة. فاحنا لازم يكون لنا دور، يعني كنا احنا قطر من الدول اللي منتشره فيها نسبه السكري، منتشره فيها نسبه السمنه، وبالتالي احنا اولى من الدول الاخرى ان احنا نوجد علاقات ونوجد اسباب للامراض دي، ونعرف نتعامل معها بصوره مبكره ونمنعها. احنا ان شاء الله نوصل لمرحله مش ان احنا نعالج بس، لان احنا نمنع حدوث المرض ان شاء الله. يعني حلو، ممتاز. يعني انت بدات تحكي دكتور محمد عن عمليا الدور المهم تبع الأبحاث اللي بتقوموا فيها لخدمة المجتمع، يعني كيف ممكن أبحاث علمية تخدم المجتمع. طب بدي أرجع لك دكتورة فاطمة بسؤال، كونك كنت كمان جزء من الفريق البحثي، هل يعني وبشكل عام ممكن التحدث، هل برأيك الأبحاث اللي بيقوموا فيها سواء أنتوا يعني كأطباء المستقبل أو كأطباء اللي هم حالياً عم بيقوموا بأبحاث، كيف ممكن هاي الأبحاث تخدم المجتمع بشكل أقوى؟ يعني الأبحاث عن سواء عن السمن الزائد أو عن السكري أو عن السرطان، يعني صار لها سنين، هل هاي الأبحاث كان في لها دور بالفعل، وكيف ممكن الدور يكون أقوى بخدمة المجتمع اللي انعملت عليه هاي الأبحاث عملياً؟ طبعاً الأبحاث تأثر على الطب من ناحية إن هي تطور العلاج، لو ما كان في بحث علمي كان إحنا بنتم واقفين على نفس العلاج. فمن خلال دراسة الـ يعني الـ population القطري والأمراض اللي most common هني عندنا في قطر، نقدر إحنا نطور من علاجنا. حلو، طب بتشوفي أنت دور أكثر مجتمع للطبيب، يعني غير إنه لنفرض يعني انه اوكي في الابحاث وفي العمل بالمستشفى، هل برايك الطبيب لازم يكون اكثر منشبك اجتماعيا، يعني مثلا يعطي ورشات، نعرف يعطي حلقات توعيه، ينزل اكثر للمجتمع، يعني ما يضل فوق تعفي في البحث والاكاديميا والمستشفى، وينزل اكثر، مش ينزل بمعنى قصدي انه يكون اكثر منشبك اجتماعيا، يعني يضله يعني يكون اكثر مع الناس، او حتى لو الاشي يتطلب مثلا نشر في الصحف اليوميه باللغه اللي بيفهمها المجتمع، هل برايك هاي خطوات من شأنها إنها عن جد تساعد في تطوير الوعي المجتمعي وتساعد في الدور اللي العلم بياخده في تطوير الصحة في المجتمع؟ طبعاً، لأن يعني من واحد من دور الطبيب إنه هو يوعي المجتمع، لأن أنا مثلاً كفرد مثلاً ما أشتغل في القطاع الصحي، أنا ما راح أطلع على دراسات علمية وراح أقرأ، حتى ما راح أفهم اللغة الزبدة. إيه، فأنا أقدر يعني أنا كطبيب أقدر أوعي الشعب وأبسط لهم وأوصل لهم الرسالة اللي يعني تساعدهم. صح، يعني بدل ما استخدام لغة علمية اللي هي غير مفهومة، لغة اللي هي مفهومة لغالبية الناس. طب دكتورة منى بدي أنتقل لإلك، يعني حكيتوا عن إنجازات كثير حلوة ومشرفة وعن جد مثيرة للفخر والسعادة، شو كان دور جامعة قطر بهاي الإنجازات؟ هو طبعا جامعة قطر كان دورها كبير، يعني احنا معظمنا بداية الأبحاث كانت مع جامعة قطر وغير كلية الطب، يعني احنا مننا كتير اللي هو غير يعني كان عنده اللي هو كولابوريشن مع اللي هو الكليات التانية زي البيوكيميكال والبيوميديكال والإنجينيرينج، ف
فده ساعدنا كتير، يعني اللي هو كمان غير اللي هو مش بيخلي البحث بس يعني فوكس على اللي هو يعني البحث من الميديسن بوينت اوف فيو، بس كان من البوينت فيو مختلفة كمان، فكان ليها دور كبير طبعا. ويعني هو جامعة قطر كمان هي اللي علمتنا يعني البيسكس بتاعت الريسيرش، وكان يعني ده ليها دور في اللي هو الـ MSR project اللي هو الـ Medical Student Research project. ده معظم الـ research معظم الـ students اتعلموا اللي هو the definition of research وازاي يعملوا research، واللي هو الـ steps يعني of يعني submission of proposal والآخره يعني كده. فيعني الدور طبعا كبير حلو، يعني. يعني عمليا جميع يعني بجميع التفاصيل، يعني من المستوى التقني للمستوى العملي. وطبعا اكيد انتم الشغف تبعكم والالتزام او النوع من الحب ايش بتعملوا كمان في له دور كبير. طب بدي اسالكم اكثر، يعني نبدا مع الدكتور قتيبة، عن السنة الجاي شو البرامج، وين تخصص، ليش هذا الاختيار؟ طبعا إذا انا ما بتحبوش تكشفوا الأسرار عادي، يعني لا حرية، عادي دكتوره، بالعكس بس يعني اللي يحب يعرف شو بالعكس وين دكتور رايحين. عادي جدا. انا بالنسبه لي اخترت تخصص الباطنيه لانه هو بيفتح لي الباب لبعدين. انا حابب اختص بجهاز القلب يعني باختصاص كارديولوجي قلبيه فهذا الاختصاص اللي هو الباطنية بيفتح مجالات كتير، بيفتح مجالات الهضمية، دكتور الكلى، دكتور القلب، فأنا حابب أروح دكتور قلب، لهيك اخترت هذا التخصص. وهو التخصص اللي شفت فيه يعني شفت فيه حالي عم فيد الناس أكتر، يعني إنه أنا ما شفت حالي بغرفة عمليات وعم أشتغل بإيدي، ما حسيت إني راح أقدم إفادة أكتر من إنه وقف وفكر وشخص وحلل. ويعني هذا التخصص انا اخترته لانه حسيت فعلا انه انا امكانياتي بتناسب هذا التخصص يعني. وبس يعني ان شاء الله بالمستقبل القريب يعني راح نبلش بمستشفى حمد يعني، وان شاء الله تكون الخيار يعني صحيح يعني، ويفيد المرضى ويفيد المستشفى والمجتمع يعني. ان شاء الله بالنجاح يا رب. طب سؤال، طيب لما انت اخترت هذا الموضوع، يعني هل انت فكرت، يعني انت حكيت قبل انه انت ما بلائمك انك تكون مثلا في غرفة عمليات وكذا، وبتحب اكثر تكون مع الناس، يعني وكأنه تعمل الاشي مع الناس. هو غرفة العمليات فيها ناس، بس قصدي اكثر يعني يعني بشكل مباشر وتواصل مباشر مع الشخص. بس هل في، انت يعني في وقت اللي انت اخترت، هل ساهم مثلا المرحله اللي هي مرحله التطبيقات او ما يسمى الكليركشيب، هل في كان لها دور بالتاثير على خيارك، ولا هذا كان دائما هو الاشي اللي انت بدك اياه؟ لا دكتور، انا دخلت الكليركشيبس فتره هاي المرحله هاي بعيد تماما كل البعد عن الباطنيه يعني. انا ايش كان الحلم؟ كان الحلم جراح اعصاب يعني، اه اوكي وين وين يعني يعني شيء مختلفين تماما يعني. لحتى ما دخلت التخصص يعني انا اول يومين حتى لكل الناس انه لا انا التخصص ما بحبه، بلشت مع القرب من الناس بلشت احب الوقفه بالراوند الصبح يعني، هاي كل الاشياء بقى يعني بلشت احبها، الكلام مع المرضى الكتير، التحليلات، التشخيصات، دائما الواحد حسيت انه الواحد عم يشتغل. لا لقيت بعد اسبوعين انه انا بلشت اكتر حب التخصص يعني، فطلعت من هاي المرحله حابب التخصص يعني. ما كملنا ال8 اسابيع لحتى كنت مقرر يعني انه انا لا ان شاء الله يعني انه هذا التخصص للمستقبل يعني اللي هو الميديسن. حلو. وقضينا اسبوع بمستشفى القلب كمان يعني حفزني اكتر يعني، حسيت انه لا انا بدي دكتور قلب والميديسن هو الشيء الوحيد اللي راح يوصلني لهذا الشيء. حلو، يعني هي عمليا مرحلة اللي هي مش بس انت بتتعلم فيها علم، وانما بتتعلم عن نفسك، يعني هي مرحلة من الاكتشاف الذاتي، شو انا بحب، وين بلاقي نفسي، وانت اكتشفت انك انت بتحب التفاعل مع الناس اكثر من انك تكون بغرفة عمليات، مع انه هذا كان حلمك. يعني بالضبط اوكي، دكتور، الاحلام تتغير. بيدخل بباله شيء ومع التجربة يعني. يعني خلي الواحد يعني مفتوح لكل شيء يعني، خلي باله الواحد يعني مفتوح لكل الخيارات، ما يحدد نفسه بتخصص أو بخيار ويعني
وما يفكر بغيره، لا يفكر بكل شيء، يشوف هو وين أكتر قلبه رايح، وين أكتر بيقدر يفيد الناس أكتر، ويقرر بعد ما يجرب كل شيء يعني. حلو حلو، شكرا. دكتور محمد، شو الاكتشاف الذاتي اللي انت اكتشفته بنفسك؟ وهل كان عندك كمان انت حلم وصفيت في محل مختلف؟ لا والله في الأول الحمد لله أنا من البداية كنت ميال لوقفة العمليات، عشان بنلاقي ناس هناك برضه، يعني في ناس في غرفة العمليات وفي واضح مرضى. اكيد، بس سياق مختلف، ناس أيوه، لكن حالي مختلفة. وحبيت التأثير السريع اللي الجراح بيعمله، يعني مثلا كتيبة مثلا ممكن في خلال شهر ولا شهرين يقعد يعالج مريض واحد، تمام، وفي الاخر ممكن المريض يموت، او يعني انت يعني انا بالنسبه لي هو سبحان الله ربنا، يعني كل ميسر لما خلق له، ربنا وهب الناس اللي في البطن دول القدره على التحمل والقدره على الاستجابه للتاثيرات البسيطه، ويعني ايه، لكن الجراحين على العكس من كده، ان الجراح بيحب التاثير السريع، يعني بيدخل العمليه بيطلع، لو التاثير ما تمش خلاص العمليه يعتبر العمليه ما ادتش مفعولها بصوره كامله. فده ده حببني في تخصص الجراحه بصوره عامه. مع الوقت بدانا نخش الكليركشيبس، دخلنا احنا دخلنا يعتبر كل التخصصات الجراحيه اللي موجوده بفترات يعني متباينه. رحت قسم جراحه التجميل، حسيت انه هو القسم، طبعا اغلب الجراحات دلوقتي بتتحول من جراحات مفتوحه الى جراحات مينيمال انفيسيف او بالمناظير، بطلت يعني الجراحه بمفهومها اللي هو المشرط وافتح وكده، كانت بدات في اقسام كتير ان هي تتلاشى. رحت قسم جراحه التجميل، حسيت انه مجال قسم جراحه التجميل اوسع في التعامل، يعني قسم جراحه التجميل مش معنيه بعضو معين او بجهاز معين، جراحه التجميل لها 3 اقسام، حروق واعاده ترميم وتجميل، وكل قسم له بوابة واسعة من التخصصات والعمليات اللي ممكن تتم تحت كل قسم. فده خلاني أنشد أكثر للقسم ده، وبعدين بعد ما شفت العمليات اللي بيعملوها ومدى تأثيرها على حياة الناس، انشددت أكثر للمجال، وطلبت إن أستمر معاهم فترة في فترة التدريب الاختياري، وفترة التدريب الاختياري ده كان القرار إن أنا أستمر معاهم إن شاء الله في الريزيدنسي أو في الإقامة بعد كده. عشان كده دلوقتي احنا بنقابل اصدقائنا وزملائنا في كل الطب، سنه ثالثه وسنه ثانيه، يكون حاطط في راسه مثلا، قابل ناس كتير يقول لك جراح اعصاب، جراح قلب، زي كتيبه كده. في البدايات دايما في البدايات بتكون الواحد يكون يعني بينشد للاسم مثلا. طب طبيعي احنا كلنا في الاول كنت اتمنى اكون جراح قلب في الاول، لكن مع الوقت برضو بدات احس انه فعلا لا، احنا ما ننشدش للاسم، نستنى وبعدين نشوف ايه اللي بيحصل في القسم، وايه العمليات اللي بتحصل، وايه التاثيرات اللي بتتم في القسم ده، وبعدين نحكم. فواحد ما يتسرعش في الحكم في البدايات، فعلا زي ما كتيب قال، الواحد يستنى لحد ما ياخد فكره احسن وفكره افضل عن المجالات كلها، وبعدين يحدد مساره بعد كده. بس مسموح نحلم عادي، خلي لا الناس احنا من غير، لو ما بطلنا نحلم نموت يوم ما بقى يعني. بالظبط، خلي الناس تحلم نحلم وبعدها تقرر. نحلم لا نحلم نحلم ما نمنعش الحلم. تمام. دكتورة فاطمة، إيش البرامج؟ إيش السنة اللي جاي بتستنى فيك؟ أنا إن شاء الله جراحة عامة، وأنا بالنسبة لي من البداية أنا كنت يعني حاسة أن ميولي جراحة، ولما بديت التدريب بعد تأكدت أن أنا أحب الجراحة، لأن حبيت فكرة أن أنت تدمجين بين المهارات الطبية والمهارات اليدوية، أي شيء بالنسبة لي was the selling point. الشيء الثاني وأن ما أحب الروتين نفس قتيبة. يعني أنا وصفة قتيبة، بس يعني هو مثلا سبحان الله هو قال أنه يحب يقعد يعني مع المرضى، أنا ما حبيت أنه أنا يكون عندي انتراكشن وايد مع المرضى. أيوة. واخترت أن جراحة عامة بعد لأن عندي أكثر من أوبشن، أن الجراحة العامة تشمل على أكثر من عضو في البطن والصدر، يعني حبيت انه بيعطيني فرصه ان انا افكر ابي اتخصص اكثر في شنو بعدين على المدى البعيد. حلو، جميل جدا. وحكيت انه هذا الحلم كان من البدايه، من البدايه وين انت وانت عمرك 10 سنين ولا بدايه كليه الطب؟ بدايه كليه الطب. اكيد. شكرا. دكتوره منى، شو كانت الاحلام وايش اللي جاي السنه الجاي؟
أنا إن شاء الله السنة الجاية هقدم على قسم الأطفال. أنا صراحة يعني دخلت الطب ما كانش في حاجة في دماغي، يعني كنت مايلة أكتر للجراحة. أنا أكمل ولا أوكي؟ كنت مايلة أكتر للجراحة، ولكن أنا كنت من الأشخاص اللي كنت كل ما أدخل تخصص كنت بقول أنا عجبني التخصص ده، عايزة أتخصص. عملت كده في البطنة، في الجراحة، حتى في اللي هو التخدير. كان كل تخصص كنت أدخله كنت بقول عايزة التخصص ده. حتى في البيدياتريكس اول ما دخلت قسم الاطفال قلت نفس الموضوع، بس صراحه يعني قسم الاطفال كان مختلف بالنسبه لي. يعني عجبني الانفايرمنت والتعامل مع الاطفال. هو صراحه هو مش سهل، يعني التعامل مع الاطفال is very challenging، بس يعني انا عجبني التشالنج، وعجبني اللي هو صراحه it's a happy environment، فكان يعني شفت نفسي فيه اكتر من اي تخصص تاني. وكان يعني بالنسبة لي اللي هو it was an enjoyable time في الروتيشن، فعشان كده يعني حسيت ان انا ميالة اكتر لقسم الاطفال. حلو، جميل جدا، شكرا شكرا، إن شاء الله يا رب تتوفقوا جميعا وتحققوا الأحلام القديمة والجديدة والمستقبلية. قبل ما أنتقل للأسئلة، إذا في موجودة أسئلة، هل في حدا منكم بحب يضيف أي إشي أو يذكر نقطة اللي ما ذكرناها وبتحسوا إنه مهم إنه تذكروها؟ أوكي، معناته فينا ننتقل للأسئلة. خليني بس أفحص إذا في عنا أسئلة. اوكي، عم بطلع بالكيو اند ايه، ما في عنا أسئلة. اوكي، طب انا ممكن أسألكم سؤال، وممكن انتوا بعدها تسألوا بعض، يعني كمان معنا هيك شي 5 دقائق. شو بتنصحوا اليوم انتوا، يعني بعد 6 سنين في كلية الطب؟ تمام، اكيد طبعا النصائح تختلف من طالب، نصائحكم لطالب سنة اولى او لسنة الطالب، طلاب سنة خامسة اللي لسه رح ينتقلوا لسنة سادسة، بس بشكل عام إيش بتنصحوا طلاب الطب اليوم بعد هاي التجربة وهاي الرحلة؟ كل واحد يعطي نصيحة واحدة. أنا أنصحهم إن يصبرون، هو صح اليوم إن بيتعبون وبيدرسون، بس يعني بعدين إن شاء الله ما راح يمسكون حياة شخص، وهي شيء يعني مهم، ففي النهاية إن شاء الله راح يكون إنه ورثت. ولما يبتدون الكليركشيب يحاولون يعطون كل الكليركشيب حقه، يعني مثلا أنا نعم. ميولي جراحة، ما أقول إن أنا يعني إذا دخلت الباطنية إن أنا ما راح أعطيه مثلا 100%، لا بالعكس، إنه يستفيدون من كل تخصص. حلو، شكرا. دكتورة منى. انا ممكن اقول يعني هو انا يعني لطلاب الطب اللي هو يعني مسار كلية الطب generally is very stressful، ولكن يعني انا ممكن اقول اللي هو ما تتخلوش عن الحاجات اللي انتوا بتحبوها، يعني الهوايات وكده. دايما لازم يعني يكون في يعني طريقة اللي هو الستريس ريليف، وده طبعا بيجي مع التايم مانجمنت. يعني احنا لو واحد نظم وقته بيكون في وقت لكل حاجه، يعني للمذاكره، للريسيرش، حتى يعني تايم فور ذا فاميلي اند فريندز والهوايات. يعني ده بس ممكن. شكرا. دكتور قتيبة، نصيحة. دكتورة، أول نصيحة إنه الواحد ما يستخسر تعبه، يعني راح يشوف، راح يمروا عليه أيام كتير يكره حاله ويكره دراسته ويكره الساعة اللي دخل فيها على الطب، بس صراحة كله هذا بينتسى صراحة. يعني نحن بالفرحة اللي فرحناها بالتخرج والفرحة اللي كنا نفرحها كل سنة إنه نحن عم نتقدم، كله هذا كان ينسينا التعب. يعني فالواحد ما يستخسر تعبه، يحط تعب ويحط جهد، وكله بالأخير كله رح يرجع له. هذا يعني كله إلك بالآخر، أنت رح تشوف ورح تفرح ورح تكون كتير مبسوط. ومن جهة تانية ما تقضي على حالك بالطب، ما يعني ما تكون كتير مضغوط من الطب. لقيت حالك مضغوط، فرغ هاي الطاقات بالرياضة، بطلعة مع الأصدقاء، بقعدة مع الأهل. ويعني الواحد يعني ما في مشكلة انه يفضفض لأهله ويفضفض لأصدقائه عن كل هاي الضغوطات، لأنه يعني البشر بطبيعتهم يعني بيحبوا، يعني الواحد بيحب يكون اجتماعي، وخصوصا لما يكون عليه ضغوطات. فاطلع فضفض، خلي ضغوطاتك هاي تنزاح من عليك، وبنفس الوقت ما تستخسر تعبك، لأنه هذا كل شيء انت لك، يعني رح يرجع لك بالآخر. وطاقم كلية الطب بحكي لكم إنه هو منفتح ولين، لا تفشوا خلقكم فيه كمان. دكتور محمد، إيش نصيحتك؟
والله انا اتفق مع الدكتوره فاطمه، اكيد انه فعلا كل كليركشيب لازم تاخد حقها. طبعا ده كان واضح، احنا من خلال تجربتنا انه فعلا حتى لو انت اختياراتك جراحيه وكده، لازم كل كليركشيب تاخد حقها في الحضور، وتاخد حقها في التدريب وفي الدراسه وكده، لان انت ما تعرفش ممكن في اي لحظه تضطر ان انت تضطر او تختار ان انت تغير تخصصك يعني. فده بالنصيحه مهمه وفي محلها يعني من الدكتوره فاطمه، جزاها الله خير. النصيحة الثانية اللي أحب أكد عليها برضو، كنت أبغى أضيف على فكرة إنه ما تستخسرش، أنت استمتع بالرحلة اللي قلتها قبل كده، أنت استمتع بفترة وجودك في الكلية، لأن أنت لو أنت مستني إن أنت تفرح بعد التخرج، تلاقي ريزيدنس مش هتبقى، عمرك ما هتفرح. أنت لو مستني إنك تفرح على التخرج عمرك ما هتفرح، لأن أنت في ريزيدنسي فيها ضغط أكبر من اللي كان في الميديكال سكول. بعد كده في يعني في حاجات الستريس عمره ما يخلص، الضغط عمره ما هيخلص، والتسليمات والديدلاينز عمرها ما تخلص. فانت خلال فتره دراستك وخلال كل فتره من حياتك لازم تستمتع بيها، تستمتع بانجازات بسيطه عملتها خلال الفتره دي، تستمتع بحاجات حققتها يعني. فانت استمتع برحلتك وما تستناش لحد ما الاوت كم او النتيجه النهائيه تيجي عشان تحس ان انت انجزت. لا، انت بتنجز كل سنه بتعديها، ده انجاز، كل سمستر بتعديه ده انجاز، كل اساينمنت بتسلم قبل وقت ده انجاز. فيستمتع بالرحلة وما يستناش، انه هو لحد ما يتخرج عشان خلاص يقول لك الحمد لله انا ارتحت، لان انت عمرك ما هترتاح يعني. اقول لك انا عمرك ما هترتاح لو انت معتمد على انك تتخرج وترتاح بس. موفقين ان شاء الله جميعا. إن شاء الله. لا، هاي رسائل جدا مهمة عن جد، أنا بشكركم عليها، وهي المضبوط يعني رسائل اللي هي صحيحة مش فقط لطلاب الطب، بتخيل لكل طالب بأي مجال بأي موضوع، حتى للحياة العملية، يعني اللي بيستنى يعمل مشروع يستنى السعادة في نهايته، هذا وهم. يعني السعادة هي شيء يومي، يعني ممكن أنا يعني مش بالضرورة أنتظر السعادة لتيجي، يمكن ما تجيش، فأحسن لا تنتظرها، بالعكس يعني المفروض الإنسان أو الإنسان يتمارس الأشياء اللي بتحبها، أو اللحظات اللي السعيدة تكون جزء من الحياة اليومية، ومش فقط. ودراسة الطب مش معناها عذاب أو أنا عارفة انقطاع عن العالم، بالعكس يعني أوكي، دراسة الطب فيها اجتهاد وفيها التزام وفيها كمان كثير متع وفيها كثير تحديات، وكل تحدي هو عمليا سكيل أو مهارة للحياة العملية. فأنا لا يسعني القول في النهاية إلا عن جد أتمنى لكم كل التوفيق، سواء في تخصصكم، في دراستكم، في حياتكم العلمية والعملية والبحثية، في كل جوانبها، ويعطيكم ألف عافية، وشكرا كثير إنكم انضميتوا لهذا الويبينار. أنا ما عم بشوف إنه في عنا أسئلة، فإحنا فينا نوقف هون. شكرا جزيلا. في سؤال. تفضلي. طبعا. في سؤال في التات. وين؟ استنى، اوكي، مش ما عم ببين عندي، شايفتي انت؟ ايه اوكي، ممكن تطرحي لاني انا مش عم بشوفه عندي. اوكي تمام. Regarding choosing the specialty, is there a limited number of individuals who would be accepted to a particular field? تفضل اللي بحب يجاوب. هو طبعا كل تخصص في مقاعد محددة، ما أعرف إذا هاي كان سؤالك أحمد. أحمد، إذا بإمكانك تفتح المايك وتسأل السؤال بشكل مباشر كمان ممكن. في restrictions برضه يعني. هادي كل وش هو الريستريكشن؟ نمبر اوف كم سنة صار لك في الجامعة؟ بعد كم ممكن سنتين ما تقدر ولا بعد 60 ساعة؟ يمكن قصد أحمد إنه هل التخصص هو بعد كم كده؟ هذا طيب عادي. أيوه بس دقيقة اسمعهم يقول شيء. أحمد معلش تسكر المايك لأنه أنت عم تسأل أسئلة ما إلها علاقة عم الحديث ما إله علاقة بالويبينار. طيب في كمان أسئلة فاطمة مبينة من عندك، لأنه أنا ما عم بشوف الأسئلة من في سؤال للدكتورة فاطمة ودكتورة منى بيسأل as females what are some of the challenges you face in the clinical setting. سؤال حلو. أوكي، هل في تحديات اللي هي بال يعني بالفعل بتحسوا إنها
الطالبات الإناث اللي بيواجهوها أكثر بشكل خاص خلافاً عن الطلاب الذكور؟ بالنسبة لي أنا، ولأني اخترت تخصص جراحة، فكان دايما لما يسألني دكتور إن أنت حابة تتخصصين شنو، أقول جراحة دايما يعني. أنا ميوت ولا تسمعيني دكتورة؟ أنا ما سمعت. أوكي كان أوكي تمام. كان دايما يعطوني مرشح اللي لا ان انت فكري في المستقبل وفكري في بيتك وادخلي تخصص لطيف نفس عيون او فاملي ميديسن، وكان هالشيء يضايقني ويحبطني، لان انت كدكتور الحين يعني عيب عليك ان انت تقول هالكلام. خلاص الحين الفيميلز and males both of them they can do everything equally. العالم تغير طبع، معلش واكب الاخبار اذا ممكن. ايوه بالضبط. فيعني أنا نصيحتي حتى حق زملائي بديع وقتيبة، يعني هما لما يصيرون دكاترة ويكونون female medical students يقولوا لهم إن إحنا بنصير جراحين، خلاص they break the cycle، ما يسمعون ال medical students female medical students هالكلام، لأنه جدي حبط. ومن بين كل يعني الحين أنا سويت أكثر من rotation، بس دكتور واحد اللي شجعني وأثر فيني، لأنه هو الوحيد من بد كل الدكاترة اللي سمعني كلمة حلوة وقال لي لا تسمعين، وإذا أنت حابة التخصص راح تمشين فيه إن شاء الله رغم التحديات والصعوبات. حلو، يعني جزء من تحديات طالبات الطب هو عمليا أحيانا الفكر الرجعي اللي أحيانا ممكن تسمعوه من بعض المتخصصين سواء أطباء أو غير أطباء تعليقا أو تعقيبا على توجهكم في التخصص المستقبلي. وأنا بضم صوتي لصوتك، بحكي لكل الصبايا حطوا إكس كبيرة لا لا دكتور، على شو معلش الكلام، بتسمعوا، حققوا الادعاء ده مش أحلامكم منطقي كنا. دكتور، الادعاء ده مش منطقي. قيادات الصحة في قطر نساء، انت ازاي تدعي ان يعني، فانت لا الادعاء مش أنا ما حاجة. بدعي، أنا بحكي بالعكس، اللي أنت بتحكيه هو دليل على إنه النساء طبعا لا لا قادرة على طبعا أي طبعا لا تخصص. لا النساء يعني لا بالضبط، طبعا ممنوع هذا الحكي نسمعه. لا لا طبعا اي كلام يعني، الفرص في فرص متساوية لكلا الطرفين في اي مجال موجود، وبالعكس في ياما شفنا اقسام النساء مبدعين بصوره اكبر بكثير من الشباب، وياما اقسام برضو العكس موجود، يعني في طبعا توازن بين الاطراف. اكيد، بس لكن هي فعلا النقطه اللي ذكرتها الدكتوره فاطمه، انه هنالك بعض المتخصصين سواء اطباء او غير اطباء اللي ما بيشجعوا بالذات الطالبات الاناث على بعض التخصصات، وانا برايي هذا يعني فكر رجعي لا يصلح ده لهذا فعلا الزمان. كان موجود، فعلا كان موجود لحد ما في فعلا في كل قسم بقينا دلوقتي بنلاقي فيه دكتوره او استشاريه اثبتت عكس ده. يعني انت الوقت انت يعني هو الوقت اغلب الاقسام ما شاء الله فيها استشاري دكاتره محمد استشاريين ايه، نساء. بس روح انت تسأل الاستشارية كم تعليق سمعتي كذي لما وصلتي المكان اللي انت وصلتي. فهي بالعكس تكون دافع، انا يعني بقول لك ده زمان، دلوقتي هي وصلت استشاريه فهي بتكون دافع، وبتكون بالعكس في صف اي طالبه تطمح ان هي توصل او تدخل المجال ده ايه فعلا. بس يبرر التصرف الفيميل دكتور الميل دكتورز انهم يقولون حق لا الميديكال لا دكتور. طبعا مش من حق اي حد يعني يحبط اي واحد في مجاله ويختاره، ده طبعا انا متفق معاك تماما. بالعكس انا بدعم النقطه بانه فعلا يعني الدكتور اللي بيدعي انه في يعني او بيحبط دكتوره طالبه طب في ان هي ما تدخلش مجال، بالعكس انت قيادات الصحه اصلا رؤسائك نساء، فانت ازاي تدعي ان هي ما تقدرش توصل؟ وزيرة الصحة دكتورة مع معلش الأسف. يعني بالضبط عشان بتابع الأخبار، يعني وزيرة الصحة امرأة يعني معلش. أيوه، فأنت هو من أي منطق بيدعي إنه ما ينفعش الدكتور أو ما ينفعش طالبة الطب تدخل مجال معين؟ أكيد فبالعكس دكتورة معناته أنت نصيحة، محمد ودكتور محمد ودكتور قطيبة في عندكم مهمة لا وهو أنا عدم بس تشجيع. أنصحهم نصيحة، سواء كنت شاب أو بنت ما تخلي حدا يحبطك، يعني نحن كمان بتجينا إحباطات سواء بغض النظر نعم عن طبيعتها، بس ما تخلي حدا يحبطك، ما تخلي دكتور، أنت قناعاتك ثابتة، أنت قناعاتك إنه رح تنجح بهذا التخصص، رح تبدع بهذا التخصص، ما تخلي كلمة ترجعك أو كلمة تشجعك، أنت لك قناعاتك الثابتة، وسواء كنت شاب أو بنت يعني ما تخلي حدا يأثر فيك أو يحبطك ويأثر على قراراتك. بس وبالآخر يعني نصيحتنا لكل الدكاترة الشباب، يعني ما تحبطوا البنات بهذا الشيء، لأنه مش عم نصيحتنا، هاي مش نصيحة، لا instructions.
انستراكشنز. لانه عم الصراحه شفنا ونحن شفنا في يعني جراحين وجراحات مبدعين صراحه بمجالهم، يمكن حتى اكثر من الشباب. وطبعا هذا الشيء ما بيرجع لكون كون الانسان شاب او مرأة، بيرجع لشغف الانسان وطموحه يعني. صح صح ومهاراتها او مهاراته. حلو، في كمان اسئله مبينه عندكم، لانه كمان مره للاسف ما مبين عندي انا، ما لسبب او لاخر بعرفش ليش ما بشوفها. في كمان اسئله؟ في سؤال بيقول could you ask them about the research elective they took, how this added to their clinical life. اوكي، يعني المساق الاختياري في البحث وكيف ساعدكم. طب ناخذه هذا كسؤال اخير لانه احنا تجاوزنا الوقت، اذا في امكانيه حدا يجاوب باقتضاب على هذا السؤال. دكتورة، هو الريسيرش إلكتيف اللي انت بتختاره، انت بيكون عندك شوية دوكيومنتس او شوية ملفات لازم تسلمها للجامعة لتثبت انك انت عملت ريسيرش في حياتك الكلينيكية يعني. فانت بعد ما تخلص الريسيرش وهذا الشيء يعني، انت بغض النظر سواء عندك ريسيرش إلكتيف او ما عندك، فانت يعني رح تحب انك تسويه لانه رح يضيف كتير يعني للسي في، ورح يضيف لك انت كتير يعني. فبعد ما تخلص البحث اللي انت عم تسوي، بتقدر بكل سهولة تعمل هاي الملفات وتبعثها للجامعة. هو بفيد كونها مادة ممكن انت ترجع يعني تعمل شوية ريفليكشن على البحث اللي انت عملته، كيف ممكن تطوره، الساعات اللي انت قضيتها عم تشتغله، يعني هو بيعطيك شوية تقدير لجهدك يعني. هو الريسيرش إلكتيف بس انت لما تتذكر البحث وتتذكر قديش اشتغلت فيه، فبيعطيك تقدير لجهدك وبيعطيك شوية ريفليكشن هيك، الواحد يتطلع لورا ويشوف شو كان ممكن يحسن وشو الاشياء اللي صارت معه بيقدر يحسنها. هذا الشيء اللي بضيفه. حلو، جميل جدا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم جميعا دكاترتنا الغاليين والغاليات، وكمان مرة أتمنى لكم التوفيق بكل إشي بتعملوا سواء في الحياة العملية أو الحياة الشخصية. يعطيكم العافية، شكرا. الله يعافيك دكتور. شكرا.